عثمان يقول: السلام عليكم، انا مبتدئ. خويا عثمان، انا مبتدئ، باش تنصحني؟ خويا عثمان، اي واحد مبتدئ تنصحو فهمتيني يتفورما بروفيسيونيل وصافي قبل ما يدخل لهاد الدومين، يعني يتفورما بروفيسيونيل سواء عندي ولا عند اي انسان بروفيسيونيل، يعني اي جهه بروفيسيونيل تتقدم دي فورماسيون على مستوى الويب، او اي اكاديمي يتفورما عندها وفهمتيني، ويبعد على العشوائيات اللي غطي عليها وقتك، يعني كاع داكشي اللي بلي واحد الويب وغيضيع عليك وقتك. حيت دابا الاشكاليه، وانا يعني هنا راه تقريبا 98% فيكم عارفين هذه القضيه، كاين شحال من واحد اللي هو دابا 5 سنين هو تيعوم في الويب، 5 سنين وما فهمتيني وما صور والو. علاش؟ حيت تابع غير المجانيات والعشوائيات وما الى ذلك. اخ هشام، استاذ بغيت نسولك علاش ما كايناش دوره ديال السي بي سي، لان كاين ادسنس اربيتراج. اخي هشام احمد تيسول: استاذ بغيت نسولك علاش ما كايناش دوره ديال السي بي سي، لان كاين ادسنس اربيتراج، الارباح ديالها زوينه وكل شيء بدا بالسي بي سي. وقيل حتى جاي وسمح ليا. بيان سير اخويا هشام، حتى انا بديت بالسي بي سي حاجه عاديه، لكن اخي دابا يعني في يعني لا كاليتي ديال الارباح ديال السي بي سي ماشي هي اللي كانت فيها شحال هادي. انا فاش بديت في السي بي سي، يعني فاش بديت في 2006 2007 2008 2009 حتى 2012 و13 نقولوا كاع 14 الى اقصى حد، كان السي بي سي باقي فيه شي حاجه، لكن الاوج ديالو كان قبل 2000 و... يعني قبل 2013. فداكشي علاش انا السي بي سي يعني تنشوف مادام انه ممكن ناخذ الناس وديروا لهم دي فورماسيون بروفيسيونيل بالسي بي اي ويبداو بالسي بي اي، فتظن انه لا داعي انه يبداو بشي حاجه اقل الارباح، بل يبداو من حاجه اللي غتعطيهم. واخا حنا عارفين ان السي بي اس تيعطي ارباح اكثر من السي بي اي، ولكن يبداو الناس من السي بي اي، لان الارباح ديال السي بي اي لا مجال للمقارنه ديالها بالسي بي سي، يعني تتفوق بقدر كبير. والسي بي سي شنو نقطه الضعف ديالو؟ تيطلب الخدمه بزاف. السي بي سي تيطلب الخدمه بزاف، يعني تيكونسومي الوقت، وفي نفس الوقت تيكونسومي الجهد والاستراتيجي ديالو محدودين بزاف. لذلك تنفضل السي بي اي، يعني السي بي اي فضلا على الارباح ديالو، يعني تعطيك واحد المتسع ابداعي في تطور الخطط والاستراتيجيات ديالو، تقدر تشوف له حتى تقنيات شخصيه، عكس السي بي سي. السي بي سي شويه ليميتي بزاف. اخ خالد: استاذ، اذا اردنا نسوق العروض العامه كيف نستهدف القائمه البريديه من كوبرا؟ طبعا، وهل لكل عرض مثلو القائمه البريديه؟ خويا بالنسبه للعروض العامه ماشي ضروري تبدلو القائمه البريديه، كاينه قائمه بريديه بامكانك تخدم عليها مره وجوج وعشره ومرات، ما كاينش مشكل. القائمه البريديه ممكن تخدم بها لسنوات، ماشي ضروري تبدلها. فبالنسبه للعروض العامه، اذا كانت القائمه البريديه تتوافق مع تلك العروض العامه ما كاينش مشكل، يعني خدم بها شحال ما بغيتي، ماشي ضروري تبدل القائمه. اخ عبد الكريم سعيد: ما هو الفرق بين كوبرا وبرمودا؟ خويا عبد الكريم سعيد، فالفرق بين كوبرا وبرمودا باش نكونوا واضحين، ان كوبرا الباور ديالو 10000 سنت في 24 ساعه، وبرمودا الباور ديالو 100000 سنت في 24 ساعه. هذا هو الفرق بيناتهم. دابا كوبرا ان شاء الله راه بلونصا في السوق، وبرمودا باقي. برمودا غير على مستوى لي زونتربريز وعلى مستوى النيتورك الترا، هو فين متوفر على مستوى لي زونتربريز والنيتورك الترا. هذا هو الفرق بيناتهم. زائد انه يعني من ناحيه تاع الكونتي فورماسيون كاين حتى هو فرق بين كوبرا وبرمودا. اما في لا بيرفورمانس واحد 10000 واحد 100000، يعني بحال تقول برمودا هو 10 المرات من كوبرا. اخ مهدي، اخ مهدي اشمل، اخي عبد الكريم كيف اجمع قائمه بريديه؟
خويا مهدي بغيتي فهمتيني نطول عليك الطريق، غنقول لك غتمشي غتبني لاندينغ بيج وغتبروموتي لاندينغ بيج ديالك في الفيسبوك، وتبروموتي لاندينغ بيج ديالك في محركات البحث، وتبلوغي وتجيب ترافيك من اي سوشيال ميديا لقيتيه قدامك، وتخدم يعني نهار مورا نهار باش تجر الترافيك ويتجر المتسجلين، وتبوستي فيديوهات في يوتيوب في مايو، وتعتمد على يعني على مختلف الواجهات الموجوده في الويب باش تجيب الترافيك وتكبر القائمه البريديه ديالك على طريق لاندينغ بيج. بغيت اخويا مهدي اشمل نختصر عليك الطريق مزيان باش تبني قائمه بريديه اللي تيبنيوها الناس طول الشهور، تبنيها انت في سيمانه، غنقول لك غتاخذ نسخه ديالك ديال كوبرا لوجيسيال كوبرا وغتخدم به، وغادي تبني داكشي اللي تيديروا الناس فهمتي تيديروه في طول الشهور انت غديرو في سيمانه وغيسالي الفيلم. الأخ عثمان كلامك صحيح من القلب وصل إلى قلبي وشكرا جزيلا، هل هناك جهة معتمدة باش تفورما علما أني أثق بك؟ والله وحده أعلم بلي تنقول. مرحبا خويا، مرحبا خويا عثمان. فأخويا اش غادي نقول لك أنا هني فاش يسولني شي واحد تيقول لي عنده ما تفورما فغتعذرني لانني ما تنشوفش شي حد تيفورمي، يعني عذرني يعني اعتبر اخو دا من عندي ما تنشوفش شي حد تيفورمي بلا بيرفورمانس اللي تنفورمي بها انا او الاكاديمي ديالي، فهادي خو دا من عندي ما يمكنش تسولني تقول لي عنده ما تفورما غنقول لك عند فلان او فلان. يعني الا جيتي للسي بي اي او سي بي اس او الايميل ماركتينغ فلا اظن انه كاينين شي جوج يختلفوا على ان يعني الاكاديمي ديالنا هي يعني هي الرقم واحد في هذه المساله، باش يعني باش نكون واضحين هذه لا يمكن انكارها يعني في التخصصات. حاجه اخرى في الموبايل ابس ما تديروش دوك لي فورماسيون، سي بي سي ما تديروش لي فورماسيون ديالك، لكن في التخصص ديالنا في الايميل ماركتينغ سي بي اي سي بي اس وحتى البيرسونال بروجيكت هذاك هو التخصص ديالنا. يعني اي واحد بغى يطالق اختار هاد التخصصات وبغى يطالق فيها فبامكانه يجي عندنا. وتنذكر كاع الاخوه والاخوات النيميرو ديالي والكونتاكت ديالي وكاع لي كوردوني كونتاكت ديالي راه كاينه في الديسكريبشن ديال هاد اللايف. هبط غادي غتلقى لي كوردوني كونتاكت ديالي كامل، فتدخل غير على الديسكريبشن غتلقى النيميرو التليفون غتلقى الايميل غتلقى كل شيء بامكانك ديك الساعه تجي تتصل بيا مباشره. يعني ديما تنفضل الاتصال الهاتفي المباشر لانه يعني تنقد يعني تعرف من الواحد شنو بغى بالضبط وشنو التوجه اللي تيقلب عليه. وحاجه واحده اخرى، علاش اي واحد مثلا غيسولني وغنقول له تفورما عندنا في الاكاديميه حيت نقد نضمن لك راسي ما نقدش نضمن لك شي حد براني نقول لك سير تفورما عنده، حيت تمشي عنده انا ما عارفوش هو، انا اللي كنت كنتحمل مسؤوليه داكشي اللي تديرو وكل نهار تنحاول نعطي احسن فعارف راسي الحمد لله، ولكن واحد اخر ما نقدش نضمنه او اي جهه اخرى. هذا ما كان اخ رضوان، هذا المجال محتاج مستوى ثقافي عالي. شكرا خويا، انا نقدر نقول لك اخي رضوان هذا المجال محتاج مستوى تقني، يعني ماشي مستوى ثقافي ماشي مشكل، يقدر يجي الانسان ما عندوش مستوى ثقافي ما عندوش مستوى دراسي لكن يتلقى اون فورماسيون تكنيك في هذا المجال، يعني بحال اللي واحد بامكانه يولي يولي مثلا تكنيسيان ديليكتريسيتي تكنيسيان او ميكانيك، حتى في هذا المجال هذا كيتسمى ان دومين تكنيك. كان عندك مستوى ثقافي ما كانش عندك مستوى ثقافي، كان عندك مستوى دراسي ما كانش عندك مستوى دراسي، باش تكون مثلا كما نقدروا نقولوا باش تكون ويب ماستر، ويب ماستر يعني افترضوا مثلا باغي تقرا وتاخذ الدوغري ديال ويب ماستر، فويب ماستر ما تطلبش مستوى ثقافي او مستوى دراسي باش نكونوا واضحين. علاش؟ لانها تكنيك فاي حاجه تكنيك تتطلب منك دراستها هي نفسها وليس دراسة أشياء خارجة عنه، دراستها هي نفسها وليس دراسة أشياء خارجة عنه. فتنذكر كاع الإخوة والأخوات اللي حاضرين معنا اللي ما مسجلش القائمة البريدية الأكاديمية الرابط رقم واحد الموجود في الديسكريبشن
ديال هاد اللايف وتسجلوا في القائمه البريه الاكاديميه باش ما تفوتهم حتى شي حاجه بروفيسيونيل، سواء لي فورماسيون لي لوجيسيال، اي حاجه تطبقوها في الدومين ديال لي ماركتينغ الا ما بغيتيهاش تفوتك، دخل على الرابط الاول الموجود في الديسكريبشن ديال هاد الفيديو وتسجل في القائمه البريه الاكاديميه.